때 우리 이제 대한민국 합작나가 안갔어요. كان شهدنا باخر 10 ايام 7 انتهاكات وهذا رقم جديد بلبنان انه بفتره قليله هالقد يكون في عدد. يعني المطلوب من الدولة تغيير لغتها القمعية تجاه المواطن، هناك مساحة من الحرية المواطن بيقدر يتمتع فيها، بيقدر يعبر عن هواجسه، عن الملفات يلي مضايقته بالبلد، من دون ما أن يستدعى لأي مكتب أمني للترهيب السياسي. من زمان نحن أول ما ربينا كانوا يقولوا إنه بيروت هي عاصمة كتاب العرب، كانوا يجوا الكتاب من كل الدول العربية لأنهم عم بيعانوا من طغاة حكامهم، من طغي حكامهم، عم يجوا على لبنان ليجوا على عاصمة بيروت يكتبوا اللي بدهم إياه، هلا أولاد البلد ما عم يقدر يكتبوا نص اللي بدهم إياه.